باش نحكيو على واحد من الشخصيات السياسيه اللي اعلنت مؤخرا نيتها للترشح انتخابات الرئاسيه 2024، وهو لطفي المراحي امين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري. لطفي المراحي يقول انه باش يرجع تونس من اقوى دول العالم، يقول ايضا انه باش يعمل شهريه لكل بطال، وايضا باش يزيد في اجور الموظفين، يقول ايضا باش يحقق امنيات واحلام الشعب التونسي، ويقول ايضا باش يعمل على انه يجيب استثمارات ضخمه للبلاد. شنو رايك في الوعود هذه؟ والله الحقيقه هو في حد ذاته لطفي المراحي هو ترشح للمرة الفارطة وجاب اكثر من 2000 صوت، هذا معروف، هو الاصل في الشيء انه معروف. نتصور هو الحقيقه عنده كاريزما نتاع رئاسه والحقيقه بالنسبه للوعود، الوعود ما شوف الوعود ما نتصورش باش يحقق، نتصور يحقق فيها 40% 30%، اما 100% حاجه اكثر من اللازم. لطفي المراحي الحقيقه هم المرشحين الاساسيين، والحقيقه نعملوا عليها معنا مع منذر الزنايدي ومع فهمتي لطفي المراحي، واحنا هو في حد ذاته دكتور ونظيف، ما عندوش حتى يعني سوابق، يعني ما عندوش سوابق يعني كما الحقيقه ينجم يفوز في الانتخابات. عندك ثقه في اللي قاعد يحكي فيه هذايا؟ معناتها حتى انت قلت ينجم يتحقق جزء منه، شنو ينجم يتحقق من اللي حكاه مثلا؟ والله شوف الحقيقه انا نتبع فيه شويه لطفي المراحي ويعجبني انه يتكلم، يعني نحسه بثقه. بالنسبه لمساله البطاله قلت باش يعطي شهريه لكل بطال، نتصور شهريه لكل بطال راهي صارت حتى من قبل، ونجم يتصور تعطي شو هي يعني 300 دينار ولا 400 دينار، هي من 100 تورو فهمتي، ولا اللي يعطوا فيها البرة يعني يعطوا في 500 وفي 600 تورو فهمتي. عندنا تقريبا مليون بطل، ما مستبعد شويه الحقيقه، مستبعد شويه، لكن انا الحقيقه انا نميل له لطفي المراحي يعني ما لا شك فيه. صحيح مش يوصل يحق اللي حكى فيه، اما كان كمواطن انا ننتخب، انا عندي فيه ثقه حتى كي ما يقدمش حتى 1% انا ننتخبه من الاخر. انا الحقيقه كاريزما، نحسه انسان واقعي، نحسه مش متكبر، نحسه انسان يحكي بجديه، توه الله اعلم من بعد كي يتبدل الله اعلم، اما توه نحس يشد الكرسي، يعني الكرسي نجم يبدل كيما الاخرين والله اعلم، اما نحسه توه كانسان هادئ يتكلم رزين، موقفش لا مع الـ مع مع الفتره مع 25 جويلية ولا قبل 25 ولا مع 25 جويلية، والحقيقة وجاب كم من صوت في مجلس النواب المرة الفارطة، 5 أصوات ولا 4 أصوات ولا مش عارف هكا، الحقيقة ومش من الغربي، أصله مش من الغربي، وإحنا الحقيقة ما الحقيقة إحنا رانا في تونس كرهنا السياسة وكرهنا باش نتحدثوا فيها، لكن لربما هو الشمعة المضيئة اللي لربما ترجعنا للسياسة. مع احترامي ليه والله نسمع به ما نعرفوش بالضبط شنو هو تاريخه ساعة. بالحق مع احترامي ليه كتونسي بيان سي نحترمه، اي واحد مترشح وما نعرفوش، ما نعرفش تاريخه السي في نتاعو. دونك هذايا تقدم اي هذايا ايضا هو امين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري، وايضا تقدم في الانتخابات الرئاسيه نتاع 2019 ونال المركز السابع بنسبه 6.6 من اصوات الناخبين، يعني نافس رئيس الجمهوريه في الانتخابات الرئاسيه السابقه. هي هذيك بون طموحاته أي عندك ثقة في الوعود هذه، في وعود السياسية، خاصة شفنا بعد الثورة جزء من الشعب التونسي قال لك أنا سياسيين ما عادش عندي فيهم ثقة. والله أنا شخصيا بعيد عن السياسة شوي، أنا كنت سجين سياسي عام 78 مع حبيب عاشور بالاتحاد، كنت نقرأ وقتها وقضية متاع 26 جوان في الخميس الأسود عام 78، أنت مازلت ما تخلقش مع احترامي ليك طبعا. بعدت على السياسة من وقتها وأنا عشت في سويسرا برشا أون سويس، وبعد غاديك على السياسه وعلى كل شيء، والعام رئيس عندهم، تبعت السيستم تاعهم. انا ولدي سفيان 38 سنه عمره ما انتخب. ما تبعش في وضع بلادك في الـ في الـ في الاوضاع، خاصه الوضع السياسي، شفنا تقريبا اغلب الشعب التونسي بعد الثوره حتى اللي يفهم ما يفهمش وكلها، ولا تتبع في الوضع السياسي؟ والله نتبع من بعيد، شوي ناتر دون ان سونس ام وطني طبعا، باش نقوم بواجبي الانتخابي. مي كان هنا ما رجعت لسويسرا ولا حاجه، اما خاطر سويسرا ممنوع الانتخابات يعملوها بالسرقه، واحد نعرف الحوايج هذه. مي فما مراكز اقتراع سيتم تركيز سويسرا ممنوع، معروف اسال عليه،
كان لاميكال دي تونيزيان الوداديات انو استدعونا السفاره قبل عبد المجيد شاكر في عبد بوكيبه يجوا ينتخبكم كوم استقلوا شهوركم ممنوع بالحق قانون سويسري واش عندنا في هذه محترام تونس انا وطني يقبل كل شيء تونسي مصبيخه تابع ولاد القروان مصبيخه عمري 66 اي عندك ثقه في السياسيين ولا والله مش يقول تبع انا تلبس تبع 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 انا الاتحاد العام تونسي شغل محترامي بعد حبيب عاشور ما عادش نحب الاتحاد اللي حسين العباسي شد عليه قيم ولد صبيخه شد الاتحاد باركت له خدم خذا جايز نوبل فرحت له الحق كعاطفه ككذا ما والله ما تبعش ياسر سياسه ما عندي شخص واحد انتخبته المره فاتت واذا كان يترشح ما نجمش سامحني يعني هذايا ترشح في الانتخابات الرئاسيه السابقه بيان سور اي وما نجحش ما نعرف ما نجحش لانه يعني تو رئيس الجمهوريه اي نجم انا انتخبت قيس سعيد مش خايف ولا حاجه يصير نجم نجدد له هو اكزامبل يعني انت تو عندك شخصيه سياسيه في مخك ستنتخبها في صوره ما ترشحت الانتخابات الرئاسيه القادمه هك والله ما عنديش شخص معين قيس سعيد نحبوه خدم قاعد يخدم خلص برشا ديون وقضى على الارهاب والنهضه واحترامي للنهضه يعني عمل حاجات باهيه بيان سور بيان سور حقوقي وطني نظيف ماهوش سرق تعجبني فيه انا كان يمشي لسويسرا تو يبدل فمه مع احترامي ليه وشبيه وراه محمد واحد ما كان اخويا انا حسب رايي انا نحبه خاطره نظيف ماهوش سرق صحيح التونسي يقول لك رئيس الدولة غلاء المعيشة يا ودي العالم الكل راه طاح الكوفيد وحرب العراق واوكرانيا وزادت غزة وطلع شنو فلسطين وإسرائيل يا كل وتأثر المطر ما فماش طلع شنو لا تأثر مش كل شيء هو رئيس هو مش نواب هو لا لا يفو با بونسي كوم سا يفو أناليزي لو شوز بال عارفش أنا أخويا التوانسة مع احترامي له تونسي حر 90% جهال الأغلبية 90% حسب رأيي المتواضع يحكوا في كل شيء هم يحرفوا شيء لكن أيضا من حقهم يلوموا الدولة نتاعهم خلينا نكلمك باري شوي بيان بلاسي بور لو سافوار يحكوا لك على السياسة 90% راهو في الكورة ميداني يعني شنو فوتبالور ومن يحكي لك على الطقس الحوادث تقول له أول دولة في العالم فيها ديزاكسيدون تجي تكلم يا ودي ما تجريش عاش بيش عملت يا زيد الدروك حربش طلع شنو في الليسيات لا شكون متسبب في الاوضاع هذه كله في الظواهر قاعد تحكي عليها والله قبل كل شيء مجتمع وشنو العائله المدرسه الشارع هو حسب رايي الفامي عندها قيمه العائله 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 زاد يهرب لك منك يكبر يشم سنان وحسك كلمه زي مكسكيز بول تيرم وانا ومراهق عرفش انا تاثير نتاع الانترنت الافلام السكس الافلام الواحد سامحوني معناها فما اسمعني يا اختي بالله فما حاجه باش نحب نقول اكزومبل في كره القدم فما شكلي بوليسيه مضروبين 60 وتوانسه مضروبين 2 يعني هاك العام لوليغانز انا حاضر في سويسرا جاو ضد لا سويس سان بي بوليسيه لا سويس انجلترا وسويسرا انا حاضر في لابونتيز على لوزان سكروا عليهم جاوا تفرجوا على الماتش تك تك روحوا ترينوات او تروت صار شيء فما قاضي انجليزي قال لهم شنو اخويا قال لهم ايش جاي تحب تاخذوا عليهم هذوما اعطيني ساعه الليسه نتاع الناس الكل عاملين شغب معروفين جابوهم له واحد هاكم عليه عامين مش سجن عامين ما يدخلش التيران انت ثلاثه انت خمسه منا خويا لعب الكره العشاء نتاع الصباح ولعبوا عام ونص وعامين العشاء نتاع وتنحت الاوليغانز اللي صارت في عزل تذكر انا في بلجيكا ماتوا باش هو 40 جم رابيل با معناها اقل حاجه تجي بوليس انا مش بوليس انا من عائله منين نحترم اولادنا بوليس يجوا من عالم اخر خويا امنك في مقابله تجي تضرب واش داخل ماركه الاخر ها امنيتي الري تونسي خسر في ماتش برافو حملوا بعضهم تصافحوا بعضنا بدلوا المراول تفرجوا في دورتموند لا 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 فقر العنزه وصحه الراس حاشا ما يستاهلش